فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: متى يشرع القيام للصلاة عند إقامتها؟ هل هو عند كلمة معينة؟ يقولون يستحب القيام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ولكن لا أعرف لهذا دليلا. نعم، يقوم متى ما تيسر له القيام وما سهل عليه القيام. نعم، بعضهم يقول إذا رأى الإمام يقوم. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.